فإذا عند مرض في الروح هم هذا يا جماعة الآن موجود في حياتنا اليومية. أكو بعض مثلا عند ثقل في صلته لرحمه، إذا مثلا مستعد يروح يزور أي شخص لكن يقول له روح زور أرحامك، ثقل عنده في قلبه، فإذا عنده مشكلة في الروح. إخواني إحنا الآن بحاجة إلى أن هذه الأماكن تصحح أرواحنا، تقودنا نحو العافية الروحية. فأنت لابد تعطي هذه المؤسسات حقها. شوف الآن مع الأسف الواحد من عندنا لما يجي إلى هالمصحات شلون يتعامل وياها؟ تعال وانظر إلى الفارق بين تعاملنا وتعامل أهل البيت عليهم السلام. أنا لما أروح إلى الجامع، لما أروح إلى المسجد أريد أصلي، شلون؟ شيخنا شلون بعد؟ فد مرة أجي وأدخل إلى المسجد وأوقف بالصف وأصلي. لكن تعال شوف الإمام الحسن كيف يتعامل مع بيوت الله. يجي صلوات الله عليه، يقف عند باب المسجد، الناس تجي تعبر تفوت داخل المسجد، الإمام الحسن يظل واقفا عند الباب. شي يسوي؟ يضع خده على باب المسجد، يقول: إلهي ضيفك ببابك، مسكينك ببابك، سائلك ببابك، فقيرك ببابك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز اللهم عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك. هذا نوع من الأدب في التعامل مع هذه المؤسسات يا إخواني. أنت تقول ليش يعني؟ شنو الفرق؟ خو أنا جاي أصلي راح أطب للمسجد. أقول لك شنو، شايف أنت ذول الأعراب، البدو باصطلاحنا، البدو ذول والأعراب عندهم عوايد. من العوايد يمكن إلى الآن البعض من القبائل تتعامل بيها، إذا إجا واحد عند حاجة، إذا إجا واحد عند مسألة، من يوصل مثلا ما أدري إلى الخيمة إلى بيت الشعر، يصيح إلى هذا رئيس القبيلة يقول له: يا شيخ أنا ما أنزل على بساطك ولا أشرب من عندك ماي إلا إذا قضيت حاجتي. هو شي يقول له؟ يقول له تم، مو شكل؟ يقول خلاص اعتبر حاجتك مقضية، فرضا ما سمع شنو الحاجة، فرضا ما يدري شنو القضية، بس مدام هو وقف على بابه وطلب من عنده معيب في حق العربي أن يرد سائلا. أنا بالله عليك أسألك، ياهو أكرم هذا العربي الذي يرعى الغنم والإبل لو رب السماوات والأرض؟ هذا البدوي يصير أكرم من الله عز وجل؟ الله عز وجل، شوف ترى الإمام يعلمنا كيفية استجلاب الخير. قد أنا لما أجي إلى المسجد مخالي من المعاصي، عندي معاصي وذنوب، لكن إجيت بهذه الروحية أوقف عند الباب أقول: يا رب أنا صحيح صاحب معاصي صاحب ذنوب، لكن أنت كريم ولا ترد سائلا عن بابك. أنا واقف عند الباب الآن، حتى لو كنت أصحاب من أصحاب المعاصي لترجعني خايب. لهذه الروح، لهذا الإحساس، الله عز وجل يشملنا بكرمه وعنايته. انا ما كانت ببالي بس روايه جميله الان خطرت ببالي، يقول: يوم القيامه اذا عزل الناس فاصحاب النعيم واصحاب الجحيم، يساق الناس الى نار جهنم والمستجار بالله. يجيبونهم على شكل قطار يدخلونهم الى نار جهنم. الرواية تقول: آخر شخص في القطار، آخر شخص في هذا الصف، شي يسوي؟ يتلفت إلى ورائه، ينظر إلى الوراء، فيأتيه النداء من بطنان العرش: عبدي ما لك تلتفت إلى ورائك؟ فيقول: يا رب ظننت أنك تشملني برحمتك. أنا شفت نفسي آخر الناس، أقول بلكت تأتيني الرحمة، بعد عندي رجاء أني ما أدخل نار جهنم، ظننت أنك تشملني برحمتك. فيقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي وسكان سماواتي، لو علمت أن هذا ظنه في لما عذبته بالنار، أدخلوه الجنة وإن كذب عليه. يعني لو أظن أنه عندها الرجاء، رحمة الله واسعة، يا من رحمته وسعت كل شيء.
هذول اللي تقدموا قدامه أصلا هو ما عنده اعتقاد بأن الله سيرحمه، ما رجى رحمة الله، حتى لو كان مجرم ما عنده ذرة أمل في رحمة الله. الله يقول هذا لو كان بالدنيا حتى مع عصيانه لي ومع جرائمه كان يأمل في رحمتي لشملته برحمتي، عذبت بالدنيا، عذبت مثلا بالمحشر، لكن الآن مدام تحقق هذا الرجاء رحمتي شملته وأدخلوه إلى الجنة. شايف؟ فإحنا يا إخواني لما نوقف على هكذا تعليم الإمام الحسن عليه السلام، لما نوقف على باب المسجد، صحيح احنا يمكن اصحاب معاصي وذنوب، لكن لهذا الاقبال على الله الله يقبل علينا بمنه وكرمه. اللهم اشملنا برحمتك وعنايتك.